في دراسة معمولة بره فيها مجموعة من الأسئلة المهمة. أنا هتوقف عند ثلاث أسئلة. في سؤال: هل يجب أن أحاول حتى؟ وفي سؤال: هل من المستحسن؟ وفي سؤال: هل سيتم إعاقة طفلي؟ وإعاقة طفلي دي من المشكلات اللي بتأرق الناس كلها، فكرة إن أنا بعد 40 عندي فرصة أكبر لإن يبقى الطفل عنده تشوهات أو إعاقات. طيب خلينا نجاوب إجابة شاملة تلم الثلاث أسئلة دول على بعض. أوكي. أنا حابب أقول على حاجة لطيفة جدا، يمكن إحنا من الدراسات والأبحاث بتاعتنا الديموغرافية أو الاستاتيكية بنشوفها. إحنا كشعوب شرقية كان عندنا زمان زواج الأطفال، زواج بدري في الأطفال، وحمل مبكر جدا من سن 14 و15 إلى 22. أنا عايز أقول إن المخاطر في الحمل المبكر ده هي أخطر من المخاطر الحمل بعد 40. كنا عايشين معاها وما كانش حد بيتكلم عنها. مع التغير الاجتماعي والاقتصادي اللي حصل النهارده، ومع الوعي الصحي اللي بدا يحصل، ومع الثوره اللي حصلت في الميديا والكوميونيكيشنز، بدانا نبقى اليرت اكتر للمشاكل دي. انا ليه بخش من المدخل ده؟ انا عايز اقول ان السيده اللي وصلت 40 سنه، لو هي صحتها العامه متوسطه وما عندهاش مشاكل، طبعا الحالات المتخصصه اللي قالوها اساتذتنا دي كلها حالات بتبقى مجال اعتبار، وبتبقى غالبا هذا الشخص سواء راجل او ست عنده هذا التاريخ المرضي وماشي في مسار العلاج بتاعه. لكن لو الحاله العامه بتاعت السيدة اللي عندها 40 سنة، أنا مش شايف إن في أي حاجة تعوقها ولا تخليها مترددة إنها تحمل، ولا تحسسها بالذنب إنها حملت، ولا تحسسها بمخاطر زيادة، طالما إنها تخش في الشانل المظبوطة بتاعت الفحوصات، سواء للحمل إنه يعدي بطريقة آمنة عليها وعلى الحمل نفسه أو على البيبي. ولا في تشوهات للبيبي؟ أنا جاي في الكلام. التشوهات مصدرها حاجتين: في حاجات مرتبطة بتاريخ عائلي أو تعرض لحاجات بيئية معينة، أشعة، أدوية، فيروسات أو كلام من هذا القبيل. أوكي. وده فوق 40 زي تحت 40، وهناك واحد. جزء واحد. أوكي. نفس النسبة عالمية. أوكي. وهناك بعض الحاجات المرتبطة بزيادة السن، يعني مثلا داون سندروم أو الطفل المونغوليزم بنقول عليه، مش أنا ما بحبش الاسم ده، نسبته فوق 40 مثلا حوالي 2%، ما هياش نسبة عالية جدا عكس ما هو معروف. بعض التشوهات نتيجة برضو مشاكل في الكروموزومز وبعض الإعاقات برضو نسبها مش عالية جدا. والنهاردة احنا بقينا نقدر، أولا بنحضر العينة كويس قوي انها بتاخد حاجات زي الفوليك أسيد وحاجات الدي ان ايه بتاع الخلية قبل الزواج زي ما الدكتور سامح تفضل وقال. نمبر 2، من بداية الزواج او بداية الزواج بعد ما بيحصل الحمل بنعمل اختبارات لهذه الشريحة العمرية من الحوامل، نقدر نعرف من الأسبوع الرابع والخامس والعاشر إذا كان هذا الطفل فيه أي مشكلة جينية ولا مفيش مشكلة. أوكي. جينية، معدل النمو عنده عامل ازاي، ولو وصلنا الى قناعة ان هذا الطفل سيكون عنده اعاقة هنقدر نعمل ترمينيشن او ننهي هذا الحمل، بحيث ان ازاي بقى ما هم بيخافوا من المخاطرة ان يحصل اجهاض وهي في السن ده. نسب الاجهاض الطبيعي، الاجهاض نوعين، في اجهاض احنا بنعمله بايدينا ان احنا عايزين ننهي هذا الحمل سواء لسبب طبي او اجتماعي او اقتصادي او غيره، او هناك اجهاض ان مسكارج ان حصل ان الحمل ده ما كملش. مفيش دراسات يعني صارخه بتقول ان النسب في، طبعا كل ما بيزيد سن الام فوق ال 35 كل ما بتزيد هذه النسبه، لكن ما هياش الزياده اللي تخلينا قلقين لدرجه ان الست دي تبقى ما تحملش او تاجل الحمل بتاعها. وانا عايز ارجع تاني النهارده، انا بعمل ستريس على الحته بتاعه تخزين البويضات دي لان هي بقت حقيقي منتشره. في فرق النهارده بين ستتين حوامل فوق ال 40، في ست حملت بطريقه طبيعيه فهي البويضه بتاعتها بويضه واحده عندها 40 سنه، وفي ست حملت عندها 40 سنه بس مخزنه البويضه من وهي عندها 30 سنه، فهي بتعامل معامله واحده حامل عندها 30 سنه. تعامل من الناحيه داخلية. من الناحيه الوراثيه، من ناحيه الجنين، من ناحيه الصحه العامه زي ما اساتذتنا قالوا، هم خلاص دي حاجه دي سواء يمين او شمال او حامل او مش حامل النهارده لازم بيكون في التاريخ المرضي معروف. لو في امراض في القلب، في الكبد، في السكر، في الضغط، الحاجات المرتبطه بتقدم السن دي بتكون اندر كنترول. النهارده 40 سنه ما بقتش نعتبر ان يعني زمان كان متوسط العمر 45 سنه، النهارده احنا وصلنا ل 78 و82 و83 حتى في دولنا منطقه الميدل ايست. حتى حالات القلب اللي احنا الدكتور تفضل وقال ان احنا كنا بنلجأ لها ان احنا نقدر او نضطر ان احنا ننهي الحمل، النهارده مع تقدم العنايه من الحمى الرومتيزميه والبنسلين ما بقيناش نشوف الحالات دي تقريبا. طب دكتور اكرم، انا النهارده البنات بيتفرجوا علينا، تتحضر ازاي علشان تقرر انها تجمد البويضه بتاعتها؟ لا انا عايز الاول تتحضر انها تبقى بني ادمه صحيحه البدن من وهي من سن البلوغ، مش عايز سمنه، مش عايز تدخين، مش عايز ما احنا بنتكلم في القواعد اللي بيعملها بقى والله اللي يقدر يعملها هيستمتع بحياته، اللي مش هيقدر اللي هيعملها بنسبه هيبقى اللي مش هيقدر يعملها خلاص هيدفع ثمن هيدفع المضاعفات يعني. ما هي دي، ما هي الحياه ما فيهاش، ما حدش ينفع ياخد كل حاجه.
يعني ما ينفعش نظبطها يعني زي مثلا في ناس عندهم سمنه وراثه بس لا امنيه احنا امنيه حياتها انا تخلق انا ما ما وصلتش لسه مفيده لمنطقه الحمل. انا بقول ان الانسان ان انا اخد لا البويضه لا انا انا ما واخزنها. بتكلمش على حته تخزين البويضات خالص، انا بتكلم بنتكلم عموما عموما ان الاهتمام تكون بالصحه السيده العامه في من لياقه امتى؟ صحيه عامه تؤهلها الى اي احداث قد نضطر اليها، لو حمل، لو الزواج ده اتاخر، لو اضطرينا نخزن بويضات، لو لو لو، بحيث ان احنا نبقى الملعب معد لاي اجراءات بعد كده. لكن والله اللي يقدر يعمل كده اهلا وسهلا، اللي ما يقدرش يعمل كده مش هنعاقبه او هنذنبه، احنا برضه هنساعده وهناخد بايده وهناخده الى مسار امن برضه انه يحقق اماله في اطار الاطار الصحي اللي يسمح به بذلك. انا بقول لو الست وصلت لسن 35 سنه او 36 سنه وبقى شايفه ان لسه فرص الزواج مش واضحه، مش واضحة. انا بشجع جدا 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 التوجه دلوقتي لحفظ البويضات. النهارده نتائجها بقت مذهله، الحمل بتاعها تقريبا مساوي للحمل الطبيعي، وبتدي طمأنينة نفسية كمان. يعني أنا عندي سيدات عاملين حفظ بويضات وممكن تلاقيها تحمل بطريقة طبيعية، يعني ممكن تحمل بطريقة طبيعية مجرد إحساسها إنها آمنة متأمنة في أي وقت إن هي ممكن. النقطة الأخيرة اللي أنا بس عايز أعمل ستريس عليها إن الست اللي وصلت ل 40 سنة مش عايزة تحس إنها خلاص طلعت على المعاش أو إنها يائسة أو إنها قلقة أو إنها مذنبة في حق البيبي اللي هيجي، الكلام ده مش حقيقي خالص في ظل الرعاية الطبية المتكاملة سواء من ناحية الصحة العامة أو من ناحية الصحة الإنجابية ومتابعة الحمل والجنين يعني.